هذه يا سيدي الحصاله فيها شي بركه جمعناها في هذا الشهر الفضيل وبغينا نتقاسموها معكم دابا ونتكلموا عليها كاملين وتشوفوها كاملين. ولكن قبل ما نوريكم المحتوى ديالها لابد لنا من نكسروها باش نمرقوا من هذا الشيء. اذا نبداو نكسروا هذه الحصاله، واخا انا كاع ما نعرف نكسر ولكن على كل نحاولوا نكسروها. شوفوا دا اللي فيها شنو هو، راه انكسرت بسم الله المرقو ذا الخير اللي فيها. لاي نخبوها، لقينا فيها اوراقات، مجموعه من الاوراق، لاي نفتحهم. الدجاج 25 درهم للكيلو، دانون بثلاثة دراهم، اللحم 100 درهم، طبعا ما هو القاموس البرازيلي هذا اللحم اللي نتكلموا عليه نحن واللي نعرفوه كمغاربة، ما هو اللي جابوا لنا. السرديل ب 20 درهم للكيلو، 20 درهم بعد ما كان بجوج دراهم. الماطيشة ب 14 درهم طبعا مع المخطط الأخضر. البيض بجوج دراهم للبيضة. الحليب 4 دراهم نص سيترو ما هو يترو. البصلة ب 13 درهم. هذا الشيء اللي وريتكم دابا واللي نعدت لكم هذا غيض من فيض، يعني هذه غير جزء من مجموعة من الحوايج اللي استهلكناها كاملين في رمضان، وفي الحقيقة احنا استهلكناها ولكن هلكتنا وقتلتنا. واللي بغيت نقول على انه ما كنوريكمش هذا الشيء من باب الترف ولا كنتكلموا منه ونتكلموا عليه من باب التشفي، ولكن كنتكلموا عليه باش نقول لكم واحد المساله، وعلى انه هذا رمضان اصعب رمضان عرفناه في حياتنا، ماشي من ناحيه الصوم كواجب ولا من ناحيه العبادات اللي فرض علينا مولانا، ولكن من ناحيه المواد الغذائيه اللي كانت غاليه جدا، ومن ناحيه المعيشه اللي حسوا بها جميع المواطنين، لا المواطنين اللي ما عندهم دخل ولا اللي عندهم دخل، ولا حتى اللي في الطبقه المتوسطه واللي كنتكلموا عليهم واللي وانا واحد منهم، واللي انا كنشوف على ان هذا رمضان هذا متميز عن جميع الاشهر اللي دوزنا في سنوات اخرى. لماذا؟ لانه فيه كل هذه الاعطاب التي اصابت المجتمع، وفيه كل هذا الغلاء اللي وصل لواحد المستويات كبيره، وللاسف الشديد في الوقت اللي كنتكلموا فيه وكيتكلم فيه البعض وكيدافع على انه هناك مخطط اخضر اوصل المغرب الى الامن الغذائي ولا غيره، الامن الغذائي باش كنرد على هذوك بالادله والمستندات كنقول لهم الامن الغذائي ها هو، هذا راه ضربنا في الصميم وضربنا في مقتل. طبعا غادي يقول لي واحد نحن في يوم عيد ونحن في اجواء العيد والعيد فيه الفرح، ماشي بالضروره نتكلموا على هذه الامور، ولكن نحنا كنتكلموا عليها من باب الذكرى، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وكنتكلموا عليها باش ما تتكرر، وكنتكلموا عليها باش نقولوا على انه الموس وصل العظم والصبر دبر، يعني على انه صبرنا وصبرنا وصبرنا، ولكن لابد ان نتكلم. وحنا كنتكلموا بعد ما تلاقينا مجموعه من المواطنين اللي اكتووا بنار الغلاء، واللي قالوا لنا على انهم عاشوا في هذا رمضان أصعب لحظات حقيقية في مواجهة نظرات الأطفال ديالهم ونظرات الزوجات ديالهم ونظرات الأمهات ديالهم ونظرات العائلات. وأصعب حاجة يمكن تقاسمها معاكم اليوم هي العين المنكسرة، وهي النفس المنكسرة، وين تمشي للسوق وما عندك 8 كيلو من بطاطا ولا كيلو من باطيشة ولا كيلو من بصلة لأنه ما قدرتيش تشريه، فما بالك باللحم اللي أصبح حتى هو من الكماليات، أو الدجاج اللي كانوا المغاربة يتخاطبوا به على بريكاتية 25 درهم و 30 درهم للكيلو. احنا كنتكلموا على هذا الشيء لأن حاسين به، كنتكلموا على هذا الشيء لأن عايشينه، كنعرفوا على أن هذا العيد، ولكن كنتسالوا معي كما قال الشاعر بعيد بأي حال عدت يا عيد، حتى نحن عيد بأي حال عدت يا عيد، رانك عدت علينا ويدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وعلى بلدنا وعلى ملكنا وعلينا جميعا، ولكن نقول لحكومتنا شكرا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكبار المضاربين في الخضر وفي الفواكه وفي اللحوم، شكرا للذي استورد تلك الكارثة الحقيقية التي سميت بقرا وهي لا تموت للبقر للسلة، شكرا للحكومة على ما قدمت للمواطنين المغاربة من غلاء في الأسعار، وشكرا للذين يضاربون بقوت المغاربة والذين يتلاعبون بالأمن والسلم الاجتماعي للمغاربة، غادي نقول لهم شكرا. وفي الحقيقة لا نملك إلا أن نشكرهم لأنهم
خلاونا نحسوا بجحيم المأساة في هذا رمضان. في المقابل ديال هذا الشكر اللي هو ما هو شكر واللي هو ضحك، ولكن بعض الضحك كالبكاء كما يقول الشاعر، ولكن غادي نجو نشكروا هذا الشيء، غادي نشكروا حقيقة، غادي نشكروا جنود الخفاء، غادي نشكروا كل واحد عامل دوز نهاره كامل تحت الشمس الحارقة باش يجيب قوت اليوم ديالو للأبناء ديالو. غادي نشكروا عمال النظافة وعمال البناء والناس كاملة اللي تكد في هاد البلاد بالحلال باش تاخد طرف ديال الخبز في هذا الزمن الصعب جدا مع هذه الحكومة. هادو كنشكروهم لأنهم يستحقوا الشكر، لأنهم هم اللي ضحوا وهم اللي خرجوا وهم اللي حسوا وهم اللي اكتووا بنار الغلا.